أيوب الحفيان وممثلي جمعية شرفاء الكرشة، طلقة موحدة رائعة، نشكركم على هذا المجهود الرائع. أيوب الحفيان أصحاب الزي الأصفر الفاقع. شكرا، هذا كان عرض كل الضربات على رأس الملعب. تشتعل باللونين المميزين للعلم المغربي الأخضر والأحمر على رأس الملعب. إذا شكرا لكل التقنيين الذين أبدعونا في هذه اللوحة الرائعة. ومعنا انطلاق ضربة سلام شويطة. Thank you.
معنا. يا سلام. يا سلام. تلقى موحدة رائعة تبارك الله عليكم. Come on!
العجل ينام عنه اليوم اسماعيل العجل. إذن شكرا لكم وتفضل عليكم. نمر الآن إلى ممثلي بالمنصور التامي بخوج جمعية الإخلاص للفوردة بالمنصور. Get out!